الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر ما إلى الشدي سيب وعين كجر جنابذي وعين شيء إلا بس وواضر إلا يضحي سببتي كوابادة بيها تلقاسه بحدودة أيين خصب عني الثاني صمت الله هذا الجماعة كتب عدنا الجماعة وأجل ما يسوع تجد ولو من غير نزول المني ولو بيوي يصاب حنا روى البخاري ومسلم بخاري ومسلم واحد وريني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحري إذا جلس بين شعابه الأربع مرجع فريسة نيكو لامها هوين إذا أفرت عن حدودة ثم جهدها وحوله وحوشي سكا قبصده فقد وجب عليه الغسل ميد أياك واجبي. وفي رواية مسلم رواية مسلم لي وإن لم ينزل ينبيه ترم خبص بحن به شعبه هو جمع الشعب وهي القطعة من الشيء شعبه القطعة من الشيء وقبل الشيخ هذه الشعبة سكذا الله يراده والمراد هنا واحد وجده فخضاء المرأة وساقها واللبذة بوضوء يلبذة بدون الروح الضمرة احضر مركو قرب جهدها وكدها مركو وكوها ولا بحركة الراغسي أو الشيسي. وفي رواية عند مسلم رواية إمام مسلم لا يهي عن عائشة رضي الله عنها ومس الختان الختانة مرقى وهل قافر يسو اي ماشي لقذي ماشي لقذي اي تابطو فقد وجب الغسل ميدي وواجب اي على الرجل والمرأة ننكي يهوين ذي ميدي وواجب محوق واجب لإشتراكهما وذاقيد وذا في الصوابي دي صوابتا ميدي كان يسي اي وذاقيد والختان هو موضع الخطب وماشي جديد وهو عند سري الجلد وهرج التي تغطي رأس الذكر حبك لب ماذا حيس هرج هذا بولا أي الله إذا ماشي الجديد هو هالك والمراد بمماساة الختانين واتحاده ما يستقبل الدود وهو كراية وحي كراية ملضح قطعي هل شو عقلمه سيدي حديث جي هوري اينو صمر ري سنن الفطرة كهلي وصول الفطرة مركا الختان وقدري وان رقي يدومر ان مركا الله كلا سارن هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي حسيا ان رقي يدومر كبل لقودي كري او ختان كري مركا واهل مشروعة ختان كي يقودينكو كان رقا مركا هذا الكومتشيو واجب نمدي سنة لقوم مران سرا قدر كي سيئنتو يهيئ بوايدي سنة واح مراني كما تاقنا كدمر كايا لكن دي هذا البدن ما انت لغا كينا هذا لك يارون دي لغا كينا واحا كينا ايادو سيدي الشرعيقو يسنوه وها لبع المري دلتانا دب فربضن لكينا ودمر كي لوجي سي وانا سادي حديثك ومعطيها بوت المامي الشمي يعني ارسي او يعني هو ذا قويني حمين كاير امركا حمين كاترنك امركا لك هذه مرينة امركا كوركيسة ايومبا امركا لك اللي كان يسيره امركا امام الماورد الشيقيين ويوضع من الجلد المستعلية هذا كاير سابرقت رقو كرا ايومبا اير لك اللي كان يسيره لكن دبنها جو جوينتو إذا يقود بدا يوحى صدم أيد وحوي وشريمة يدم بويا أما نارين كان يرى دب أن روح حضم رأين تعينوش هاي أن مرنا با كهارين وعادي دي بكون جو تشيني أو يعني مركا دي لجوا لكرا جوريا أو مركا دار يس جو جوين بالجو صغيري دب هي رفاد نرش هذا هو ذا الرفيقة أيام مركا وصايا تاس مركا وارين حرانا markii taan la sameeyay ba marka de la isku wada qaaday oo la yiri waxan dhamaantii hal laga wada tago cid culimada muslimiinta kamid oo tii mashruuc ma aha waa sunna iyo waa makrah iyo waa waajib ayuu bay marka culimadu ay u qeybsadeen cid tii ma bannaana ma jirto
ما يحرم به حتى وحي كحران نقريه جنابة ويحرم بالجنابة الأمور التالية أرمها صوص على أيها كحران نقريه واحدة صلاة فرضا ونفلا صلاة أيها كحران نقريه صلاة سيما فرلها تأمى سنها أهات حديقة نقف قواهين ديقف فاقيد طهورين وقرقف بهدو بي إيو أرادي أن عيدي وكوكي وكيسري هدو وايو وحي رادان حرمة الوقت بموتو كريا لكن قفقي دي أمهلا يي بيه أما بيهلا يي دي عيدي مركب شكورة دي فينا يي لا أنت مركب صلاة دي ما أنصحيس أما صنع مفرم هاتو ولي قوله تعالى لا تقرب الصلاة إلا إذا كان منيتا يسوى الذي يحول الصلاة هود واننا وأنتم سكارى إذنك وأوسخ رانسا حتى تعلموا إلا وقتا ما تقولون وحول الإيسان وإنتي آل خمره حاران تاهين أولما لو قول لينا إيهي حاران تنمين تيسا سدت ويوسوا عدين بيهي لقلين إيهي حلق العبيهي وقال الله تعالى عبد الرحمن عوف باقر السحابة انتو عسومي ايها دي انتظي مركا لعوني مركا السحابة الكيدا لعبي من با مغرب كيتو فيه قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون لا يؤلم بكوضة شريد بيضا مركا السحابة ايها داري كسو دي لا تقرب الصلاة وانتو سخار حتى تعلم ما تقولون ولا جنوبا اذن كو جنابنا هاود واني الصلاة لعبري سبيل إلا ديس عطتي ربي وإذان مويان حتى تغتسلوا انت كما إلى نيسان أما ولا جنوبا لا تقرب الصلاة ومواضع صلاة من هذه هودة واني وانو سكارا إذيك وصا أخرانسا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إذيك وجنا ويسمى ما له صلاة هودة واني صلاة طونا إلا عبري سبيلي إلا تين كوا ودك قد بيا ومسافية صودح مريم مويان حتى تغدس نوينتها كما إلى النساء فالمراد بالصلاة هنا مواضع هو ميله هذه أي اللي وقت شيدا ميله الصلاة هو دواننا إذي كوسا رسا بمعنى مرادي ماشي صلاة اللي قد دي صلاة اللي هو اللي قد دي لا تقرأ موسى المواضع الصلاة هو دواننا وانتم سكراء إذي كوسا رسا حتى تعلموا ما تقولون إلا كو قال إيسان وحكا أقول إيسان ولا جنوا النالي صلاة هودا وانيا مساجدها إذا كنت جنابا إلا عبر السبيل إنا جدك قد بيسان ودها القائد داكس وقشان حقا وقبع يسمون حتى تغتسلون فالمراد بالصلاة هنا مواضع هو ميلة هذه لأن العمر لا يكون في الصلاة صلاة إذا كنت قد بيام ويا لما أرقى المرة كقد بدو دواء جدك ومساجدك وهو النهي للجنوبي مرها الدين اللي يلي ما له الصلاة إذا كنت كبر به دواننا هو نهي للجنوب وأن هي دي دين مقفي كنابذها عن الصلاة لو دين باب ولا كسر مدناشة مرح الدين ماشى دين لجود دي بين هذا وجود بين ما هي أنا أدمرك الودواته دينا تكتار وكسي أي وليس تكسر مدن وروى مسلم وحورني وغيره عن عمر رضي الله عنهما قال وحجري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام مقرأ يقول لي لا تقبل صلاة لما أقبل هي بغير طهور أن طهاره لسعني وأرغف طهارة قادم وهو يشمل وحر الكوب صرى يحديده طهارة المعدث والجنب طهارة يقفك ويستدر أي كيش لأبدل هذا ويدل على حرمة الصلاة منهما وحر تسين يا إني الصلاة حركة لبدو دماء اثنين المكث في المسجد والجلوس فيه وحك رأينا كحرانا كنا قاشا مساجدك إيا فريسي حقا يدور منك الظلم هذا أما المرور فقد مرد لدحمرا من غير مكث ولا تردد أيضا نقوم كلنا يعني كلنا نقول فلا يحرم سوى حرام من نقول قال تعالى نحر ولا جنبا إذن كنت جنابنا نحود وأننا ميره صلاة إلى عبري سبيل أي لا تقرب الصلاة ولا مواضع صلاة هودة وأمنة وهي المسجد ماشى صلاة ومساجد كير وهو المسجد ماشى صلاة ومساجد كير إذا كنت من جنوبا مركاتين كوانتنا رقبا إلا قرب مرور وعبور سبيل
dhawaansho marid iyo ka gudbi jiray mooyee si kale ugu dhawaanina oo ayada tilmaantay وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحري لا وحل المسجد وحرارين ما يلي حائد ولا لجنوب حرارين ما يلي وهو أبو داود أي أوري يزع حديث يسنة كسر ضعيفية وهو محمول وحر الله وحن بارو تلمام على المكثي كنا يشاك كما علمت من الآية الساد كوغاتي إيه ولما سيأتي في الحيد ولما وحا حيد كان هو من دورا مسألة أسئلة ومسألة أي فقهاء وإسلوا فقسيه إن الروح دمره إيه من جاتشنا مدري متكودنا المساعد يكون نجاني إنين وروح دوري هذا إذا أما علمي أما كان يجسر سمينا هذا ودي سري مريسي من قدها إلا يموني يسطو ببنا أنا حديث قصي عصين وفارك الدون إن شاء الله تعالى عيدا ينفارك الدون مالين ده عيدا والنبي صلى الله عليه وسلم فرئين سلو صوى ضبهم حتى دبر كعادنا يصبحان بكاسه وحري ويعتزل الحيض المصلى دبر كعادنا المصلى بنان اللي قلت له كان دنايه اي كفر يسليه لكن خير كاي دعوه المسلمين ده كسوق يبغريه مركب بنان كي اللي قلت غري لي ميل غير حق فديسان ما حد من المساجد مركا سو دحفريسي سلام مثلا مركا مسائل كان مركا ايمي كان رساله يرون لا صوغة لا فدوانة يا مرقى دوار كلا فدوانة يحس على الماء ثلاثة طواف حول الكعبة فرضا ونفلا وطواف جيك وراجد الكعبة الحريرة اللي هو راجي وراجي أما فرل هذا طواف جس أما صنها هذا أو ده كفر الكواك هي حج كأما عمر هذا أما طواف كي فضى هذا أما كي عمر هذا أما كي ودع هذا أما صنع هذا دين مركا بركة صعدة ودا لا طوافا أي هذا واسك الصنة سعي غيسا سمي مرود حس وصنع الله هاي نو يسوي نو حج أما عمر الله صعد موياني استجع أن ترى فري صنع الله لكن طوافه وفري قرت هذا ودا لأن طوافه بمنزلة الصلاة طوافه علم دي هاي منزلة درجة صلاة فيشترط له الطهارة ويشترط له الطهارة ولا شك الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعي الطواف بالبيت طواف بيت لا طواف يا صلاة وصلاة معنى كالصلاة وهي صلاة وكرة إلا أن الله حل لكم فيه الكلام لكن إلى أي وحيد حلالي حضرك صلاة الله ما حل وصلاة للحضل وصلاة وكرة لكن صلاة الدين لما هل يجريني طواف هذا البيدين برنام إنك صاحي ونكسن ده قفق ودينه إلهي حسكي يا قرآن يا دعاء يا بريئ اسمه مشغول اليوم حتى نوو حد لكرا وهذا غير كرا لك ممنوع كما فمن تكلم كهذا معنى دونين وحده فلا يتكلمنا إلا بخير خير ما يوحك لا يوكو عنه رواه الحاكم يوري وقال صحيح الإسناد وأنا سأقول الحديث وصحيح أربع قراءة القرآن وقرآن كآخرين ديسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنو شيء من القرآن ما آخره رواه الترمذي وغيره ما وري حديث قال السنة كيسو حديث ضعيف وهي السنة كيسو وأنا جمهور العلماء سبع أي قمام رقعي الضمر مفقي مركعة جنابري إن القرآن كآخرني ملاحظة ودائما في رقعة يجوز للجنوب قفك جنابه لها وحوبا نعم إمرار القرآن القرآن كأنه مريع على قلبه قلب جيسا من غير تلفظ ميسوه كأنه دائما أدمرك قلبه كوضا ويكوبا نعم طيب كما يجوز الله النظر في المصحف في المصحف إنه آية كتاب القرآن قرآن وقابا نعم أينا وحوبا نعم ويجوز الله وحكا لحوبا نعم قراءة أذكار القرآن القرآن كأذكار دي سينو أخريو بقصد الذكر ذكري وقصد كير وكو لا بقصد القراءة قراءة وقصد كير القرآن أخرين دي سوى وشيدين إنو ذكري أهام سوى وشيدة وخرصة لكن القرآن هانا وقصدين وبنات وذلك أن يقول ولي ربنا آتنا إلهي في الدنيا واحد نقصص حسنة وناك وفي الآخرة آخرنا حسنة نقصي وغير عذاب النار نقل ديره مركوا آيات قرآننا
isagoo jireebada duca ahaan isagoo uga jeedana waa akhrinaya biqasdi ducaa ducaa qasadkeed kaan yaquula waa inuu lidaa rakiba daabatan markuu fulo subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunnaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun biqasdi dikri isagoo kaala dikri uga qasdinaya laa biqasdi alqiraa'a qur-aan akhrintii aan uga qasdinaynin khamsa نص المصحف كتاب القرآن كتاب الشدي يسوي وحمله يقال ديسا أو مص ورقه إنو حاشي ستارته أو جلد أو مص جلد إنو تارته جلد يسا أو حمله إنو كقاد في كيس كيش إنو كقاده أو صدوق إنو صدوق إنو كقاده أيضا هو حرام قال الله تعالى لا يمسه تابن أيام بمعنى وخور بمعنى لو جد نهي يو تابنن إلا المطهرون إلا المتطهرون كوا طهرقاتي مركا أحداثي إسكي ظاهريين مويان واسيدا مركا وكتاب القرآن قاوم مقون أيو كوا مركا مطهرين دينا متطهرين أيهين وتفسير لدى آيات كجرة متكملة لا يمسو كتابك القرآن كا تابون أي معنى يو تابون بي كبهينتي إلا المطهرون يعني كوة إستاهرية إيه مركة أحداثية نشاسوك إسكي ظاهرية مويان أما طبعاً ما هي كوة مركة ظاهرية ملايك تاولوح المحفوظ كاللوع عليك أسلم وكلام وقال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن وإن نطهر إلا طاهر قف طاهر مويان قرآن كيو طابن قف طاهر مويان ودي حدث كي رأيكي وإنابك طاهر قبل مويان رواه طاهر قدني باوري ومالك في الوطن مرسل بكوري وأنا حديث صحيح ملاحظة وملاحظة يضيما كليب يجوز للجنب وحاوبا نقفقي جنابا ذرها حمل المصحف في كتاب القرآن قاد ديسا إذا كان في أمتعة أو ثوب مركو دي ألام كده حجروا أما أمرا كتشروا ولم يغسد حمله بالذات قادد الرئيس لفهان ديسا أنو أقسل ولم يقصد حمله بالذات قادد لفهان ديسا أنو نقسل بل كان حمله قادد ديسا يتبعا مضرعسا لحمل الأمتعة والثوب يعني توعي هاي راعدة ألابت يمرض يعني ألاب يمرية ستا كتاب كنوة كنه احترا وحالدوك دا ألابتا كنات ستو تانو وطوق هذه كرتاب وكذلك يجوز له وحوبا ننقفقي حمل كتب تفسير القرآن تابش قادد كتب تفسير القرآن إذا كان تفسير أكثر من القرآن مركو إياه أي تفسيرك من القرآن خبضا لأن فاعل ذلك كاك سمائيا كتاب القرآن كهام مركو قادا أما أراب أما كتب تفسير مركي عداكو قادوه تفسيرك كلام قرآنك إنه كبديه فإلى ذلك هكذا لا يسمى عرفا عرفيا هاني بقنا هاني عادة هل لكم عامي مايو حاملا للقرآن قرآنك مدق هذا لكم عامي مايو اثنين الحين وحياني أسوابتا ما يريد كان يكيكو باجنا بدي أيو هايو إن ده سيروك قبحنا قال بعدنا والحيضو وديجي عادة يا دبركة معنى والحيضو في اللغة هي أصيلان ودريرد يقال وحلي حاض الوادي إذا صار وبيجي أما توجي أيا صعدي قل قري ودريري وفي الشرع حق الشرع قال ودم جميلة جميلة وهذه طبيعة أي خلقة وطبيعة أمورك يا طبيعة عدم دبر لماذا أي كان يسو تاسو تقتضيها أي كان يسو أطباع سليم الطبيعيك بدقوة أي كينية يخرج وحنك صباحيا من أقصى رحم المرأة هوان ذي المجلين هذا حركة وقشش يسو وفق أيوك صباحيا بعد بلوغها انت يقانك بيد بدي على سبيل صحتي عافمات ودد مكو صباحيا
في أوقات معلومة واختيار يقانه بمعنى وحو يعني إلا إياه حنون كوي من أيامها ووح عافماد أيضا هو عافماد غبطا قايما هي واختيار معلومة والله يقاننا كيبادة دليله ودليل أن الحيض يوجب الغسل وحا تسير يهودي القرآن والسنة أما القرآن فقوله تعالى ويسألونك وحي كويدين يا نبي محمد وعن المحيض حيضك أي كويدين يا أما ماشي سي يقورتي سي كويدين يا قل هو أذن وحا ترى هذا هو قرن أما هو شيء دبا فاعتزلوني ساعة دمر هكذا يرد في المحيض في زمن الحيض أما في مكان الحيض يعني حل يا أما ماشى حيض كذا يراد وهو تجينا ولا تقربوهن هنا ودوانين ومعاملها ودوانين أنا سأكرا دي مالا كلا تجي ما يير حتى يظهرن إنت أي كذا هروب يا إديك يا عداس وكوايو فإذا تطهرن مركا أي طهارة قاتان الميدان فأتوهن وقتها من حيث أمركم الله ماشي إلى عيد فريمر خورينا كده يا راتان أما ماشي إلى عيد فريمر وقت كده وقت هكا وأما السنة سنها نبي مياء فقوله صلى الله عليه وسلم وقوله نبي قويلي لفاديه بنت أبي حبيش فاديه بنت أبي حبيش أيهوح كويلي فإذا قبلت يعني نظر فرن باكوي فإذا قبلت الحيضه حيض مركز حيض مركز صوغا بلي حل جيس يمادو فدع الصلاه صلاه دكتك واذا ادبرت مركز جيستو ديجي عدد حل جيس يين دي سي لا دافنا فغسلي عنك دم ديجي اسكميلو وصليتك سيميلوتو معنى حين لقى عددها سيأي جيرتو يعني هي إسرادي كتغيسو مركو وچيسة وكاقو أنا أي إسكام ميلي سيتو كريسا ينتسيو ديقى عددها يديقى كرادا وفرهم كيرا إني كرا حويهين أيونا تسينيا رواه البخاري ومسلم أيام وريي سن البلوغ وأدعى قانجارك يقصد بالبلوغ وحلوغة شهداء السن التي دعى إذا بلغها مركو قراء الإنسان وقفقه ذكرا أو أنثى أما هل بعد أما هذا ديال أصبح أهلا أهله النقر يمدق الماء لتوجه الخطاب إليه خطابك هذا لك بالتكاليف الشرعية تكاليف ده إياها ولها الشرعية لقولها هد ليهي ودع ده مركو قال أهل يمدو قلمو نقون أيوه إن لو سوچه ديو خطابك إياها ده لكي لقولها هد يتكاليف ده الشرعية أو من صلاة صلاة وصوم صوم وحج دي وغيرها ودع ده عدو قالو لبي الذي مدكو ضربها هذا وكو سوچه هاي سنة أيوه خطاب هي هذا اللي تقاليد الشرعية اللي قلها هذه يقيم الصلاة آتوا الزكاة زكاة ذبيحية صلاتك ولله على الناس حج البيت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم خطاب هي هذا اللي تقاليد الشرعية اللي قلها هذه ودع ذا مركب قال هذا الخاص وكل عياه اللي قلها هذه اللي قلها هذه اللي إن دا كوه الرئيسة يعني دع ذا قال خطاب خاصي إستغى مقصيه وبسوتي عني ولي ويعرف البلوغ بأمور بلوغ إياك أن جارك روح لو قرت أخيمه الأول الاحتلام واحتلام يقفقه يعني هي وضعه بيتركوا احتلام بخروج المني من الذي يبيه يتركوا لك سبحان بالنسبة مرخ الله قال للذكر والأنثى لبك يلدي تاوي وداقيا أثارك ورؤية دم الحيض وأركد ديك حيضك بالنسبة للأنثى مرك الله إيه وين يدي يعني ديك أنا وحا كوغان قاعد هوين يدي
والوقت الذي يمكن وقتها يصور تقال خطهي أن يحصل في الاحتلام أو الحيض إنه احتلام لما دعو به ترك بما دعا مع ذلك فيكون دعو يترون نقره قد تحقق البلوغ لأن قارك المدعو حقيقي هو استكمال 9 سنين قمرية من العمر وعندما يسترنك أما عندما يستر عندما يسترسك سقال سنضوض أو قمرك يضيح حلقت لي حق عمرك سقالك السنة مركي أي روح دورة هيد جادو أي صور تقلتها إن أي عددها شاء أما بيتر مكيمة دان إن دا وحي كورية زمن دوري إيو حيث بواسع نقن كرا حدي وكهرية و هدي اي كدي من دي لحية طوال عشا واح كان بضاني وحي لادان لوم اعتبار مايو يعني حيث امامي وحال اعتبار ماي بلوغ لكو سوق بماي لكن لحية طوال وحي كير هدي اي كدي من دهي والو اعتبار لي بركة حيث كي ايب من جيبه ثم التأخر هدي بك الدباع عن هذا الوقت وقت يا وكذب لعو أو عدم التأخر أما إنه كذب لعنى حل يا كوي مادة إنما يتبع راعي طبيعة البلاد بلاد دبيعة وضروك كل يدوك قبويس من بعض وظروف الحياة إيو حواشا نرشا الروح الدمر هبر وغيسا يدة الهرمية هدوك يدير كويس كل دقي دي اسكو حل مبهريات الثالث كالصديحات باستكمال 15 من العمر وهذا ما يسرق أي بوحسن كان أي بوحسمان شن يطوان صنع بسنين القبرية واللقو تريي صنعه بيحة إذا لم يحصل الاحتبال أو الحيب مركا أي شن يطوان بوحسن كودو inankii iyo inantiiba ay ku qangaarayaan waa marka aanay ka horeynin debihi taranka inay arkeen ama inantii aanay wax caado ahelin ayay 15 haday buuxsamaan loo itaarinayaa qangaar hadiise muddo ka horeysa oo inankii debihi taranka helo ama inantii shaaminta caadi ah hesho waxa loo itaarinayaa waxa weeye دي قنجار بلو اعتبارني يا ايو شنية توين بوحسن كودو قنجار كي ايضو مركا دي هرتد بو قنجار واما دي اتزاي نصوص مركا بغاني حديثة بغاني تلمام يسين كتب دي عربة خصة مرني واسيا مركا صحيحة ويو واف غدر ويسوقنا في سادر هدد با ادار كي سادر لي غير كودنا ايقو اعتباري سيدي ديتو غاد نحي طول مركا حق الداء هانت اعتباري ميا وحي راح كنان انت اهيني ايه من نقول ايان على بدقة قال سيدا ده او رئيسي او كنان لانه انت حد ايه رئيسته ده وحا لوقي اي اورك وحا كور ايين اي مركا بيه ترنك اي هشو ييرتي اما مركا ده اي ده دي عذيب قابيب مركا تسير ايسا ومركا ده وحا كور ايبه وقان قاديك كومي قان قارين حبنا يعني تبيها تمنها أذاك حبن كمركة ترن كهريريسة كصبحة كوانا وحي لدى علمودي ولد الكافر قال كإنمي سنبا كوغان قال سي شعبيد وقبطو كوغان قال ولد المسلم لأنه ولد المسلم دا عدا دي سلوي دين أيو وشرع وكوء من أي مكرة أما كافر كا دا ولد الكافر قال سي عدا لوي دين مكرة السيادة هذه أيام مركة استغنى على مد وقلنا قرينين وللحيدي والله عالم كان يقول